لو الحكاية فيها إن فيتو هذه صحيح لا سياسة في الحكم، مش هنتكلم في السياسة، لكن هل هذا يمنع من أن ندعو المصريين أن يكون لمصر نصيبا في الدعاء؟ فأي كلمة شايفين تقولوش ادعي لمصر بشيء، اللي يجي على قلبك ناحية مصر ادعي لها. ليه مصر؟ ما هي مصر دي اللي سكرت إمكانياتها ووزرائها وناسها إنهم يودوك لغاية هناك علشان تقدم منسك. مصر دي اللي بتحافظ على وسطية الإسلام. مصر دي العمود الفقري للدول العربية. فلما ندعو لمصر هذا ليس بشكل سياسي، كل واحد يدعو لبلد من ربنا يحفظها، من ربنا يقويها، من ربنا يزيد الخير فيها، ومن يعلم فقد يستجيب الله سبحانه وتعالى لشخص بسيط على عرفات يدعو لمصر ولأهل مصر بالخير، ويكون في ذلك فائدة كبيرة لنا جميعا إن شاء الله. أنا على يقين تماما أن حضراتكم حضرتكم المهمة بصورة كاملة، سواء المهمة الأساسية بشرة الحكام في مناسك الحج أو النقطتين اللي أنا أشرت إليهم السلوكيات والتيسيرات.